هذه لحظة تاريخية مهمة اللي كنبداو عمليا التنفيذ ديال واحد المشروع اللي كان جلالة الملك عطاه الانطلاقة من خلال في الخطاب ديال الملك السامي في افتتاح السنة التشريعية الحالية، وأيضا الذي وقعت أمام جلالة الملك الاتفاقيات الأولى المرتبطة به، ونحن الآن كننفذوا هاد عمليا الاتفاقية من خلال هاد الفئة الأولى اللي كتستفد من التغطية الصحية. وهذا واحد الورش غادي يكون عنده تأثيرات كبيرة على المغرب المعاصر، غادي يساهم في الحماية الاجتماعية بطبيعة الحال التعميم ديالها الكلي، ولكن بالخصوص غادي يساهم في تقليص الفوارق المجالية، في دعم الفئات المتوسطة والفئات الهشة، في تخفيف الكلفة ديال التطبيب على الأسر، وعندها فوائد كبيرة، وغيولي المغرب إن شاء الله بعد إتمام هذا الورش ديال الحماية الاجتماعية بعد 5 سنوات من الدول القلائل التي فيها التعميم الشامل للحماية الاجتماعية. وبغيت نشكر هنا جميع الإدارات وجميع المؤسسات العمومية وخصوصا صندوق التضامن الاجتماعي، ولكن أيضا بغيت نشكر المهنيين، مختلف المهنيين اللي انخرطوا بوطنية وبحماس في هذا الورش المهم، فلذلك احنا باقي معولين على الانخراط ديالهم في المستقبل باش ننجحوا هذا الورش. هذه لحظه مهمه في بلادنا، لحظه اساسيه، لحظه تاريخيه اللي تعطى من خلالها الانطلاق الفعلي للتغطيه الصحيه للمستقلين اللي غديروا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه الفئه اللي بدينا بها اليوم هي الفئه ديال العدول، اللي هي الفئه الاولى اللي انخرطت في هذا في هذا في هذا في هذا النظام. كيجي بعد توقيع الاتفاقيات امام صاحب الجلاله وبعد المصادقه قبل ذلك على القانون الاطار، وهذا الورش اليوم منطلق بشكل فعلي. ان شاء الله هناك العديد من الاجراءات نحن نشتغل عليها من تعديل القوانين ووضع قوانين اضافيه جديده اللي غتاثر هذا المجال ديال التغطيه الصحيه للعمال غير الاجراء المستقلين غير الاجراء، بالاضافه طبعا الى الفئات الاخرى ديال الناس اللي كيستافدوا اليوم من المساعده الطبيه. هؤلاء هذه الفئات كلها ان شاء الله من هنا الى نهايه سنه 2022 غتكون كتستافد ولا دخلات لهذه الانظمه ديال التغطيه الصحيه، بالاضافه الى تعميم التقاعد وتعميم لجميع المشتغلين وتعميم التعويضات العائليه لجميع ابناء المغاربه وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لجميع المغاربه المشتغلين. Le chef du gouvernement a présidé aujourd'hui une cérémonie de remise des attestations de remboursement pour les premiers bénéficiaires du régime d'assurance maladie obligatoire pour les travailleurs non salariés. Comme vous savez, notre pays a lancé un chantier énorme, très important et stratégique, de généralisation de l'assurance maladie obligatoire pour qu'à l'horizon 2022, elle puisse couvrir la quasi-totalité des Marocains. Ce chantier a été lancé sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Des conventions ont été signées le premier jour du Ramadan devant Sa Majesté pour accélérer la mise en œuvre de ce chantier. Nous restons évidemment mobilisés pour la réussite de ce chantier et pour que demain, effectivement, la totalité des Marocains puisse être couverts contre le risque de maladie. La CNSS, en tant qu'organisme gestionnaire, a un rôle important pour la réussite de ce chantier-là. Nous mettons tous les moyens nécessaires à la fois pour accueillir, immatriculer et enrôler tous les nouveaux venus qui intègrent les régimes de protection sociale. Et nous mettons également tout en œuvre pour leur assurer par la suite une qualité de service irréprochable. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.